نتعرف بقى مع حضراتكم على اخر اخبار الفرق الرياضيه والانشطه المختلفه في النادي الاهلي مع مراسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، مراسله قناه الاهلي من مقر نادي بالجزيره. هنا بنصبح عليكي انا وكريم، واتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد مليان بالتفاؤل والطاقة الإيجابية من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. هنقل لكم آخر أخبار النادي. الحقيقة أنه في حالة من النشاط داخل النادي، يعني يمكن أنا متواجدة هنا من الساعة 8 صباحا. التدريبات كانت بالفعل بدأت سواء في التنس أو في السباحة، وكمان كان في بعض الأعضاء بيمارسوا رياضة المشي في التراك، وطبعا ده بيدي حالة من النشاط والطاقة في بداية اليوم. نبدأ بقى دلوقتي بأخبار النادي الاجتماعية. الحقيقة أن اللجنة الثقافية تحت إشراف طبعا اللجنة العليا للجان بالتعاون مع الإدارة التنفيذية بتعلن عن استضافة المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة في فروع النادي الثلاثة، وهيكون في فعاليات ثقافية زي أنشطة حكي، أنشطة رسم وأشغال يدوية، أنشطة علمية، وكمان اطلاع داخلي. الاستضافة هتكون في ثلاث فروع بتوع النادي. يوم 4/12 هيكون في فرع الشيخ زايد، يوم 11/12 هيكون في فرع مدينة نصر، ويوم 18/12 هيكون في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. الحقيقة أنه أكيد هيكون يوم مميز ومفيد طبعا ثقافيا، فبنتمنى من كل الأعضاء أن هم يشاركوا فيه. ننتقل بقى دلوقتي لأخبار الفرق الرياضية، ونبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. طبعا النهاردة عندهم مباراة أمام نادي الاتحاد السكندري في نصف نهائي بطولة كاس مصر. المباراة هتكون الساعة 8 مساء في السويس. امبارح طبعا كان انهى الفريق تدريباته ودخل في معسكر استعدادا لمباراة النهاردة، وكمان كان اعلن مستر بيتسو موسيماني عن قائمة الفريق اللي الحقيقة كان بيزينها لاعبنا المستجد بدر بنون، طبعا بجانب كل لاعبينا المميزين. بنتمنى لهم التوفيق في مباراة النهاردة، وان هم يفوزوا على نادي الاتحاد ويقدروا يتأهلوا للمباراة النهائية. نروح بقى لأخبار فرق الألعاب الأخرى، ونبدأ بالانتصارات كالعادة. الحقيقة أنه فريق ناشئي الجمباز قدر يحصل على المركز الأول في بطولة الجمهورية، ويحصل على 41 ميدالية ذهبية. طبعا ده بعد ما قدر يحصل ناشئي بنين فريق الجمباز تحت 7 سنوات على 20 ميدالية ذهبية، وقدر يحصل فريق ناشئي الأهلي تحت 8 سنين على 21 ميدالية ذهبية، عشان يبقى المجموع 41 ميدالية ويحصلوا على المركز الأول. وكالعادة يضعوا النادي الأهلي في المقدمة. طبعا ببارك لهم وببارك للجهاز الفني، وبنتمنى لهم المزيد من التفوق والتألق. ننتقل بقى دلوقتي للعبة كرة الطائرة. الحقيقة أن فريق كرة الطائرة رجال بيستعد جيد جدا للموسم الجديد. يمكن هم بيتمرنوا عفوا على فترتين يوميا، وكمان بيعملوا مباريات ودية، يعني يمكن قابلوا نادي الاتحاد وكمان نادي الداخلية، ولسه هيواجهوا كمان أندية أكتر. طبعا كل ده استعدادا للموسم الجديد. والحقيقة أن كمان لاعبنا المميز عبدالله عبد السلام كان صرح للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن هم بيلعبوا بس للحصول على المركز الأول، وأن بالنسبة للفريق المركز الثاني زي المركز الأخير. كمان هم بيوعدوا جمهور الأهلي أن هم إن شاء الله هيكونوا قادرين على حصول على الجميع البطولات سواء المحلية أو الإقليمية. ده طبعا في ظل أن الفريق عنده عناصر جيدة وبتسمح له بالحصول على المركز الأول، وكمان طبعا بقيادة كابتن محمد مصلحي المدير الفني للفريق. بنتمنى لهم طبعا هم يحصلوا على جميع البطولات الإقليمية والمحلية، ويحققوا موسم قوي زي ما هم معودينا دايما. دي أخبار النادي، هكون معاكم على مدار الحلقة في مقر النادي بالجزيرة. العودة ليكم مرة تانية للاستوديو. نشكرك جدا يا هنا على التغطية الرائعة دي، شكرا لك.